يعني كرئيس للجنه الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الانسان، ايه ابرز الشكاوى اللي كانت بتصلك وتقييمك لحال السجون؟ واعتقد انتوا اتكلمتوا على قصه التكدس في السجون. بالقطع، وربما تكون من اهم الانتهاكات الحاصله في خلال الفتره محل التقييم هي مشكله التكدس في السجون واماكن الاحتجاز. خليني اقول لحضرتك انك مشكله كبيره، وهي مشكله الحبس الاحتياطي طويل الامد واللي انتشر بشكل واسع النطاق، ادى الى مشكله اخرى وهي تكدس اعداد المحتجزين داخل السجون واقسام الشرطه. وصلت تكدس في السجون الى ما يزيد عن 200%، من 160 ل 200%، وفي اقسام الشرطه من 300 ل 400%. وده رقم مخيف في حقيقه الامر، لانه بيؤدي بطبيعه الحال الى مجموعه من المشاكل الاخرى، منها الامراض الصحيه ومنها حالات وفيات بتحدث نتيجه هذا التكدس، بالاضافه الى المساس بالسلامه الجسديه الذي يحدث نتيجه هذا التكدس داخل هذه الاماكن. وعلى هذا الاساس انتوا طالبتوا بوضع حد اقصى للحبس الاحتياطي اعتقد في توصياتكم. وفي هذا بالضبط، وفي هذا النطاق بالفعل في احد التوصيات تحدثنا على ضروره الحد من استخدام الحبس الاحتياطي كوسيله واستبدالها بوسائل اخرى او بدائل اخرى لضمان الحضور المحاكمه، منها الغرامه الماليه او الكفاله الماليه يعني زي ما بنسميها، او حتى الضمانات الاخرى التي يمكن ان تتخذها النيابه العامه بعيدا عن الحبس الاحتياطي، حتى يمكن ان يحل ازمه التكدس داخل اقسام الشرطه داخل أماكن الاحتجاز في السجون وما يترتب على ذلك من انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.